مرحبا بكم في نهار اليوم في برنامج طيب جزائري. طيب جزائري اليوم رايحين نديروا طبق تقليدي قديم جدا، رايحين ندخلوا المتنفسين اللي تعودتوا عليهم في كل مرة. راح يكون معنا أحمد من المغرب. مرحبا بكم. سلام. أهلا بك. راح يكون معنا طارق من سوريا. السلام عليكم. راح يكون معنا إلكر من تركيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحدي تاعها اليوم راح يكون شطتها الحم. شطتها الحم للأساس تاعها هو المهراز والدرسة. ممكن نسألك سؤال؟ تفضل. أنا ماذا بيا تفهمني أنا كطبيب واش راني ندير هنا؟ راح يكون تمرين صعب. واش دخلني في التمرين أنا؟ رايحين يديزوسي وديجيكو اليوم. تسمع على جال جيكو تشقيت طبيب تاع شت الناس ديزوسي جيكو كاين طبيب واقف عند راسهم. ما خليتنيش نكمل لك يا سي صويلح. فهمني. رايحين يديزوسي واه في دقيقة واحدة وما حبيتش ناخذ المسؤولية، راهي مسؤولية ثقيلة وراهم ضياف عندنا. دوكا راني فهمت، معناتها كي ولا الوقت ضيق معناتها تخاف كش واحد يقيس روحه ولا عندك الحق. يا خويا راني هنا. في تحدي اليوم المايسترو اقترح شطيت حلحم على الطريقة التقليدية وهذا بعد اجتياز التمرين الصعب. انا نخليك معاهم. تفضل. شكرا. شكرا. ملام عليا غير نقول لكم 3 2 1 بسم الله. نو كونديدا كل واحد عنده جيكو وكل واحد عنده دقيقة باش يديزوسي. بون شانس. مع اليوم شطيت حل حم الكر باينه ميت بالسعاده. رزما وانا دكتور صويلح. نقدر نقولوا باللي الكر حتى من الرقم القياسي من 40 ثانيه ديزوسا كاع هذاك الجيكو. جرامتو وريتو من القمرات. الحمد لله خلص قبل دقيقه. يا طارق الكار والله غير غبرك. شد فرحان مسكين توي بس عنده حظ. يلا معلش. هزلنا العظمة قالنا انا كملت، انا كنت موراه مكمل لي سما ذاب. مسكين طارق مازال يضرب مع جيكو. هذا تاع كويس دو بولي. اوجا دكتور شويله. الكار. نعم. فريتها. عمي 30 لحظة انا بكفي. هذا شو صبعتك لاباس عليهم؟ الحمد لله. وعندك شك صويله والله غادي يزوسيه الكار. جيب له ديناصور يديزوسيه. خبره كبيره عند الكار. ما با دقيقه اصحاب اصحابنا لو بدل مصاده انا بروح بفلينو خاطر ما عندهم وقت. الكار سبيشاليتي اللحم. عم بدي لك حاجه كثير متش. صفر. اشتطحه فرن مشاوي كل شيء فيه كل شيء فيه ان شاء الله. لحم لحم لحم. انا على كل حال انا راني مسرور كثير فرحان. كيف نوترات بدا فيه. هذه واش معناتها؟ هذه دخلها في الصنعه تاعنا. لحم طبعا يا شوف. انا على كل حال راني فرحان بزاف كي ما صرات لك قطره دم. لا فكر هنا الشغل انا ما في بروبليم. انا كثير بحب اللحم كثير بحب الشغل باللحم. نخليك انا نروح نشوف طارق شو داير. لو بدي مساعده تكلمني انا بتاعك. طارق ايبه العافيه. تمام. غير بشويه وليدي غير بشويه. يلا كل حاله وكاين كلش بصح انا ماذا بيا يعني نروح لداركم ب10 صباعتين ما تروحش بتسعه. بصح التركي تعرف سبيد بيفيها نحلعبها. مالا نخليك وحده وحده رد بالك على روحك. أحمد. أنا عم سيدي. فريتها الحمد لله جاب الله كمنا. خلاص العظم قارحه الحافظ الله وساليت أنا من العظم بالبيانة قطرة تاع دم ما تحت. ما من المروكي يعرف لها. عندك وشني الكار التركي فاتك شوية. وفاتني وخص من عائلة القصابين ما تنساش هذه. حتى هو قال لي إلا راه محتاجين مساعدة راني نمشي. والله يبارك. لا ما خافش عليك أحمد. بلا ان شاء الله خرج لنا شطيطحه تاع الحم. واحنا عندنا الشطيطحه ديال الحم كنسموها طنجيه.
أي إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا الطنجية تاع أحمد اليوم إن شاء الله. هاي الله يعاونك إن شاء الله. يسلمك صحيح. يسلمك ما كان ني طنجية ني بنجية، قلنا شتيت حال الحمل بادية. الكار عطيلو اللحم وخليه. والله غير يا سويلح غير خلعني اليوم الكر يميتريج بيان سون ميتي والله ميم با في دقيقه يعني ما شاء الله. واني نشوفو من بعدا احمد المغربي صافا اي ما مش بعيد على بعضهم بعض. وطارق راهو شويه على بالك كان نحسلو حصل فيه ما عنده حتى علاقه بتقطيع اللحم يعني بطا شويه يعني كي نوليو نشوفو على قضيه الوقت. أنا نتمنى برك إن شاء الله ما يجرحش روحه خاش على حسب ما نشوف الحمد لله لا حتى لا الحمد لله. واحد ما ودر سبعه. أنا فرحان أول أنا خلصته. شوفوا يا شباب إيه الكير طيح النازع ما يقطع صنفوار صنفوارة بلك بقد قطع سبعك التركي إياك شو يقطع فيها واقل حيد النافيون داشي هذا يا الكير ماشي متوم شتيت حال الحمل إن شاء الله بك ما يدير الناس كيباب إيه هما يموتوا على الكيباب صح. طارق أحمد أفندم طعمك على مبين ها بصوري اللي بترمين يا سيوق ها بتندير بتردم سلمى اوه انت بابا عفارم سنة عفارم سنة الله راز وصول عندك الحق اطلق روحك الكا والله غلا طيح لهم قرون بوشي بصح ما فهمتش هنا واش هو يدير هادي تقولها شطحت الخدمي كيفاه سيكو الخدمي خدمي سي لو كوتو بصح اسمح لي يا بهاد الشطحه يبان متبرسة ان بو تمام هي السكين لازم تكون حاده و الحمد لله مش الحال تمام ما سكين بروفيسيونال لازم بروفيسيونال عارف من وين بدك الجرام حاجتك عارف انت بدلك من تحت من تحت بصيف يا حبيبي انا قلت لك بسكر عيوني بيخدم انت قلت لي بفوتنا باللحم ها بالعرب انا واحد وائل كان سالق قبلنا عطانا يسمى الضربة القاضية كنت متوقع أنا خاطر شوفت التحدي تاعو كان بصريح العبارة تصعيد قال لك أنا ما نكمل إلكار يعني الجندي الأول في الجيش العثماني وأنا واش نقول له إلكار جامون منهم بان سنة شوخ سافيروم نادان عجبا نادان بان دتنا تابير محمدم سافيروم حبيبي شكرا هذه الهدية تاعي إلكار برافو إلكار طال حبيب طال قرداشم من قلبي يا طال قرداشم بنا روح رياضية كبيرة في البلاطو اليوم ولكن كاين شتيت حال الحم لازم تطيب ولازم تعجب المايسترو وسويلح وتكون بنينة بيان سور الكار كيعوايدو راهو بالموس الواعر مع التوم وطارق مسكين راهو غير مع البصل بصح اليوم طارق يترفت له هو ماشي عوايدو
السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. احكي لي واش راك داير اليوم؟ اليوم انا داير شطيت حال لحم. ايه واش حطيت فيها البهارات؟ درت فلفل كحل، شويه راس الحانوت، شويه ديال الحار، شويه ديال الكركم، ودرت شويه كمون، شويه ابزار، وشويه ديال الكرويه. ايه شنو اخر؟ وغادي راح تحط فيها الحميصه. طيبتها بوحدها الحميصه؟ لا بوحدها. وعلاش؟ نحول هذيك الزفره اللي فيها، وكان تاخذ هي وقت. بس على بالك باللي الحميصه عندها بنه، والبنه هذه راك نحيتها في الماء. انا اعطيت لك الفكره احمد. شوش طوماطيش حطيت؟ طوماطيش صلصه. اللمسه المغربيه يعني نشوف فيها. اللمسه المغربيه. الله يعاون. اللهم امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أطول عرق أطول. تمام تمام. وش راك دير هنا؟ طبقت على أنا هون دوقت لتستوي أمام الرز. هتزيد معاها رز؟ رز إيه. راح دير شطيطحة لحم بالرز. إيه. وش حطيت لي في شطيطحة بهارات؟ حطيت هون بهار مشكل، حطيت فلفل أبيض، شوية زنجبيل، كمون، فلفل أسود وملح. ما فهمتش هذا الرغاوي وعلاش؟ يمكن من المي وقتها تغلي يمكن. راح تكون هنا لمسه سوريه ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. الكر سلام عليكم. وعليكم السلام معلم، مطر كبير كتر خيرك يوم منو 100%. بصح انا شتيت حال الحمام نديروهاش فيون داشي كيف بدي راه هيكا. أنا ديكورات طيف جديد بطاير لك يوم بدأ حط هذا مني أنا حاجات. إيه هذه شطيطحة لحم. أيوة. وش راح تحط فيها؟ بصل، ثوم بالعظم، وخفيف بهاراتات، خلاص كثير. لكن نقول لك حاجة، إحنا شطيطحة لحم. أوكي. هذا مهم جدا في شطيطحة لحم. شو لازم حطه هذا؟ يعني نسهل عليك بأنه في شطيطحة لحم طيب جزائري هذا مهم جدا. وشوف انت دوك هذا اللغز كيفاش راح تديرو. ما في مشكله، البصل حطه شويه. واش راح تحط؟ واش راح تحط البهارات؟ بهارات، بهارات طبيعيه تركي مشكل 7 بهارات، شويه بهارات مشكل بالخردل، خفيف فلفل، خفيف صلصه فلفل من تركيا، زعتر سنايبر فوق منه لو بدك، صلصه معجون. فكر. اوكي داكو. شكرا الكر. شو بدي افكر انا؟ هذا المايسترو كل يوم طلع لنا حاجه جديده كده. المايسترو خلى الإلكار مهرج في الصباط ماشي حجره. هيا حسبت له لي زالتير، اش بيك هاك في صال دو سبوري؟ إلكار راهو حاير واش راح يدير بالمهرج؟ اه مقبيه كنت تشطح اه؟ اه يا شطح بالمهرج تشوف. انا احمد من المغرب، 42 سنه، من ولايه زاغوره، دايره ايت عثمان ورزازات، اب لي 5 اولاد. الوقت الحالي ارمل لان الزوجه تاعي توفات هذا 8 سنين، ولهذا السبب انا دخلت المطبخ باش نعتني بولادي. كان الحلم ديالي باش نصير طباخ من نوع مثل الاظافر. قدمت انا على في المغرب يسمى على تكوين في الطبخ، الطبخ الجماعي، ودرت تخصص في الطبخ التقليدي، وعطاوني الطبخ التقليدي التركي. أنا متعدد المواهب، من حيث أنا نبغي المسرح، والأب تاعي فنان سماه خطاط ورسام، ومنا خرجت أنا نحب الخط العربي الأصيل، ونحب المنمنمات، ونحب الشعر والمسرح، نيت كان حماق على المسرح. واخا انا عندي الزهر بعد ما كان دايرين كاستينغ وخيروني من 6 منافسين في حس الطيب جزائري، وراح نطيب لهم جزائري. وان شاء الله هنا راح نربح في طيب جزائري، ونبين لهم بلي انا مغربي اصيل.
المروكي راهو عقاب الحميصة، أما السوري راهي تالفت له شوية. يا وي قطع في شحم، قلنا شطيت حال الحم ماشي شحيمة الحم. طبعا نحن بسوريا بنحب كتير نستعمل الشحم منقلي في الرز، نحن كتير بنحبه يعطيني نكهة طيبة يعني، فأنا حطيت شوية زيت وقليت شحم عشان أطبخ في الرز. دق 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 هكذا هنجة هنجة. أحمد أفندم وين لا؟ ها؟ شو عم تساوي؟ شطحة بتشطح ولحم. يلا طارق يلا اشطح 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 كمان اشطح. لقاء افريقي هذا صاحبي. والله غير مومبيونس مع إلكار. والله غير بلاصتو يتورني مع زويلة. جي بونس با. ها مفتروح ها استعملت لك انا مهرات بعد ما في قول ما استعملت. راح جننا انت مفتروح والله. عظم عظم بالثوم. طارق وش درت بالمهراز؟ طبعا انا ما استعملت غير بالمهراز ثوم فقط، بس ما استعملت الدسة. طارق ماشي وقت هالمامينيوم الومنيوم سيروم ميمينيوم المهم. ايوا احمد وانا عم سيدي بلشت تطحن الحم واشتي طحن الحم. ايه هنا يا في الحقيقه شوف راني معروف باش ناكلش تطحن الحم حالا ثمني نشوف هاك مشرجيها شحم هنايا. لا انا الشحم ما نحملوش حالا شحم ها ما درتش شحم داخل بس كل غلمينا هذا نقول لك صح ما نحبش نكثر منه. لا نقي ملاح وارا شحم وارا شحم وارا شحم. اي بصح راك مشرجيها درسها راهي تجيب لي ربي حره بزاف. اه باش بنادم يقاردي ما كاش مش وهذي واش هذي هنايا؟ وانا نحتاج عن ديكوري. الله يعاونك. الله المعين صحيح. ايوا طارق رحيلك شو أخبارك؟ طارق من فضلك على بالك أنا أشتريت حم نحبها يعني تكون خفيفة وتكون بنينة يعني معيون التنتين ها؟ ماليش نضرب طلع تفضل ريحة هايلة تمام أنا شوفها راي مشارجة شحم شوي معليش الله يعاونك حمد إلكر هلا معلم كيفك؟ الحمد لله وش كنت تدرس هنا وش كنت؟ بصل درسنا بصل شوية درست كمون شوف عمي درست البصل هنا يا في المهرس. ريحة هايلة شو ناقص تعرف؟ وكيفاش الحمك راح تديره يعني شوال قريب مرحية هذا وهذه وش هذا؟ هذا ملح حطيناها وخلاص بس عرض بالك دي باسي لادوس تاع الملح خدش اللي جات ملحة بزافة مين انا مستحيل طير ملح زافة ورا اللحم لحم مه. بسم الله او في الجزر فقال دار اللحم في الجزر خبيته هوني وين هذا ايوه
بسم الله. أيوا وراه مقطع مخالف مليح. مراكش داير الشحم شويه باش دير الشحم شوية. لازم ضروري الشحم، بدون شحم ما يزيد طعمات. على بالك انا يا الكر انا والشحم ما تفهموش خلاص. ايه بدون شحم كاين، انا بالشحم بدون شحم سير، خاطر الشحم خفيف لازم يعطي طعمه بنا. ضروري بنا طبعا طبعا طبعا. وكمان شحم مقليه ياه طيبته مليحه ان شاء الله تعجب. بارك الله فيك. ما نطولش عليك، خليك الله يعاونك. شكرا استاذ الكار. اليوم راهو داير حاله والله غير راهو محيرني. حمد وشنو هي حكايه هاد الديول؟ الديول كنت نخدم بيهم انا واحد الطريقه اللي شوية بعد أن ضقته ارتحت. هيا ليكيب ما بقاش بزاف الوقت، نقدر نقولوا باللي مام خلاص الوقت. وصل الوقت، وصل الوقت. خمسة ربعة ثلاثة زوج واحد. هيا ارفع يديكم. الكر الكر الكر. اليوم راح نشبع وشطيط حال الحمام ووقتها ندوقو. نبداو يلا بالله. نبداو باحمد المغربي. شكرا وبالصحة والراحة. طاجين الوار. ايه بصح البنا ما على بالناش. سويله المايسترو واش رايكم؟ احمد هنا طيبت انت اليوم مغربي، خرجت من الموضوع طيب جزائري. انا راني نحس هنا طنجيه. وطيبنا جزائري درنا الحميصه حنا طنجيه، ما نديروش فيها الحمص. هذه شتتها؟ لا واد نرفدك أزوا نحطك أزوا موح الحشايشي ترفدني تندم تخليني تندم. أنا ما فقيت فاهم تا شي حاجة. وقال لك طيب جزائري ودير لمسة مغربية ما فهمنا تا شي حاجة، واللغز يقعد هو هو. يعطيك صحة أحمد على الطنجية اللذيذة. دوماج. إلكر من تركيا. وعليكم السلام. عتبلي هنا كشغل ينغيفيها يعني كشغل وات
خواتك. هذا اللوغو تاع قناة سميرة تي في. آه صح، قاش بانوا لي شغل زوج جزر. نشكرك على هذه اللمسة الفنية إلكار. إلكار باش يلعب لنا بالمشاعر دارنا اللوغو تاع سميرة تي في باش تتحل حب. الو واش رايكم في شطيط حلحم تاع حبيبنا التركي؟ سوي الحكي راهو يزيد اوفيسيال بنينه. إلكار. نعم. برافو. شطيط حلحم. واش راك دير إلكار؟ بيشطح. تشطح؟ تشطح. تسمى شطيط على الحم تشطح. أخ. يا نورمالمون حنا اللي نشطحوا اللي جاتنا بنينة. إيه. بصح هو ويشطح. عندك الحق إلكار، اشطح وزيد، شطيط على الحم جات تهبل. فرحتك ترفعت هكا شطحها لحم. رقصنا شوية. تفضل طارق من سوريا. طارق. شكرا. شكرا. والذوق اللي حبيناه تاع الشطيط ها الحم ما كاش. حطول بحب نكون مجتهد ونكون بس الحمد لله ربي ما راح ازعل على هذا الشيء، بس شويه زعلت يعني ما حصل خير الحمد لله. شبيك طارقي شطيط حال الحم تبكي سي مينيون. انا اليوم الشطيط تاع إلكار هايلة رائعة. أحمد ممكن نقدر أنا نقول باللي كان في المرتبة الثانية يعني، ولو هو على كل حال دار طاجين ولا كيف يقولوا لهم في المغرب طنجية. طنجية يعني ما كانش دنيا على كل حال بنينة، لكن كان بعيد يعني على شطيط الحم تاعنا. طارق اليوم غاضني بزاف. وعلاش؟ لأنه أولا بعد ما كملنا احنا الذوق تاعنا شفته بكع والله غير شفت الدموع يعني حابطين له على خدودو يا اخي. شفت غاضني بزاف كاع. هكذا يولي طيب جزائري اليوم على كل حال. كانت بالترتيب الاول كان كيبداو التمرين. كيبداو التمرين العظم إلكار بعد دلو هكذا عطاه، وكان في المرتبه الثانيه احمد المغربي، وفي المرتبه الثالثه يعني كان طارق. عشنا التمرين. ايه. عشنا التجربه. ايه. شفنا دقنا. دوك تبقى الكلمه الاخرى. الكلمة الأخرى ترجع للمشاهدين. أعزائي المشاهدين، أنتم اللي راكم رايحين تصوتوا على أحمد المغربي أو على طارق السوري أو على إلكار التركي. احنا على كل حال ما نطولوش عليكم أنا ورشيد، نقول لكم تصبحوا بخير ونتلاقاو غدوة إن شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بحب لحم. صوتوا لي بير مراد ريس. صالون تشكل. بتمنى بالجمهور العظيم اللي مشاهدونا هلأ أن يصوت لي. معكم طارق من سوريا.
وانا احمد من المغرب ودرت شطيط هالحم ماشي طنجيه وصوتوا عليا. التصويت راح يكون عبر الاس ام اس. لاحمد من المغرب ارسل 4، لطارق من سوريا ارسل 5، لإيلكار من تركيا ارسل 6. الارقام التاليه تحت تصرفكم، والكلمه الاخيره ليكم.